ما ابي اتكلم بتفاصيل عن موضوع زواجي، لان هذا قلت لك بالنسبه لي حياتي الخاصه هي ملكي انا. يعني انا مثل ما قلت اخوي عبد الله، انا ما سويت بروباغندا حق موضوع زواجي، ولا سويت ولا جيت وقلت انا ما شاء الله. الحمد لله حياتي الخاصه دائما تظل حقي انا، ما احب احد يتطرق لحياتي الخاصه. حتى ربعي المقربين مني تفاجئوا موضوع زواجي، ما كنت مخبرتهم. عقب ما ملت قلت لهم ترى انا ملشت حفلتي بطريقة الفلاني.